السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. معاكم أخوكم ركام وخناتهم جيمز هنتر. اليوم جاكم حلقة جديدة وجيم بلاي جديد ولعبة مونت بليد وذ فاير اند سورد. طبعا الحلقة هذا رقم 12. قاعد أشيك الحين الوضع تروب ويبن شث وبن. وشو شث وبن هاي؟ على العموم انا خليت الباتل سايز حجم المعركة 150 بحيث ان جنود اكثر يدخلون المعركة بدل ما يدخلون بالتقسيط، وسرعة المعركة بخليه نورمال اوكي زي ما هو. وتر كاميرا وذ هورس ان فيرست بيرسون. طيب زي ما شايفين طبعا في تقدم صار، سوينا شوية تقدم مع الجيش هذا. برضو الطاقية اللي معي ذي حسنتها، اخذتها من واحد من المرافقين اللي هو كل مرافقين الحين حطيتهم في مدينة اللي هي هذه يتدربون. اعطيتهم مهارات زي ما تعرفون لما تجي تحط المرافق حقك، اذا كان عندك مرافق ممكن تعطيه ثلاث مهارات، اما ميديسن مهارة الاسعاف او مهارة ال شو اسمه ده مهارة الاسعاف او مهارة الميلتري تدريبات ومدريش او مهارة التكتيك. طبعا في حصار هنا، لو نجي نشوف الشعب ذا ما في حصار ولا شيء، كان في حصار but it's no longer under siege. فانا جاتني فكرة قلت ابا ادمر ام المدينة ذي هذه بما انه فيها عدد قليل يعني من الناس، بس ودي اخذ اول شيء خلنا ناخذ زيادة جنود. زي ما شايفين طبعا تاخذهم المفروض من هنا. عشر ألف يا ساتر التهيل. صرت فل. طيب 136 136 وين الجنود الجديدين هذول؟ هم رهيبين صراحة هذول، ودنا نخليهم في المقدمة. لا في الحصار ما ينفع الخيالة هذول، انا مخليهم ماركسمن، انا ودي اخليهم خيالة. اوكي هذول خيالة. انا بنخلي الخيالة تحت والباقيين يطلعون فوق. مرزة شامبول هذا لآخر شيء. موسكريتير زي ما شايفين عزيم شديد، هذا هو الجيش البسيط. بغانا نريح شوية بس خلنا ايش. طبعا انا قررت اسوي مدينة لحالي صراحة، لانه يعني بس اني ادخل تحت شعب ما فيه حماس، فوين وش كنا بنسوي احنا؟ اي هذا الدرع ربحته من معركة بعد زي ما انتم شايفين، الارمر حقه رهيب.
فخلنا ننام هنا شوي نهيل. نام في الشارع طبعا، بس انا نايم جوا القلعة. نتحرك الحين زي ما شايفين. طبعا جنودي لحظة، لازال في ناس مجروحين والله. ما تلاحظون الجنود قاعدين يقولون لان انا كلمت البتاع هذا اللي هناك يسوي تدريب الجنود، في الظاهر انهم يدربوهم ويرجعون، ما ادري السالفة. بس لاحظت ان الجنود قاعدين يقولون شيء غريب، ما انا فاهم ايش السالفة. انا هنا امرت بالتدريب، في معركة هنا زي ما شايفين، واللي ضد ذا والله آسر 72 خنطب. طبعا انا لاحظت واحد يقول انه انت ما تستخدم السلاح ومدري ايش. انا صراحه السلاح اكره لان الريلود حقه عالي جدا يعني. فخلنا نشوف الرينج، المسافه الاطلاق من هنا. لاحظ الظاهر ما في، ما عندي طلقات الظاهر. ايه ما عندي طلقات، خلنا نطب. يا سلام يا سلام، والله الخل لعن ابو جدفه. اها ما يمدينا نستخدمه على الخيل. زي ما شايفين عزيزي مشاهدين انا ما واقف، مكان مرة معفن. خلنا نركب الخيل ذا ننحاش. تعال تعال يا حلو، تعال تعال يا بابا تعال. مكاني مرة مو بزين. تعالي حلو تعال تعال تعال. عين الشكل الوسط. وين راح الملعون الجدف ذا؟ خلنا نعشق لك بس.
تعشيك طويل، لازم اتحرك عشان تعشك. يلا يا ابن الحلال. اشوه عسى اخوانا يجون. بس بخلي اخويا يجي يسولي فولو مي عشان يكونون قريبين مني. انا ابغى المناعين ذولا يجون. ايوه لا تجون خشوا فيهم. بس انا مش تقول فولو مي يجون كلهم عندك بعدين ايش يرجعون يخشون في ارض المعركة. هذا اللي ابغاهم يقربون عندي بعدين يطيرش. تعال يا لبي يا شيخ. لا 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 والله صراحة ارتقاء معلم. الله معلم. بس والله اني رايح في امها مشكلة الاسلحة ذي النارية والله قروش. تم الدعس. بس والله تبهذلت شوية بس اشوف اني ما مت. مات مني 31 والله معركة نار وشناهم كلهم. باقي منهم 19. بسم الله تور الثاني. فهذا السلاح لانك تستخدمه على الخيل لازم تنزل، فعشان كذا هذا اللي بسويه الحين. بنزل وانتبه. لان انا عندي طلقات استغربت انه ما عندي. شوفوا كيف خلني اعشق. بس التعشيق حقه طويلة مرة. طيحوه ما جت فيه والله. بس كفو كيف وصلنا. شغل ممتاز. ماتوا 19 حقهم كلهم. طبعا انبسط مني ذا وانحاش الامير حقهم. هذا حررناه الامير. تحسنت علاقتي مع الخانات. شوفوا استفدنا تحرير منهم، يعني استفدنا منهم في تحرير هذا. ناخذ منهم الوحدات الزينة. ناخذ هذه الوحدات. لانه مات مني كثير. اي هذه الطلقات تنفعني. واخيرا جاني سلاح ناري. انا عندي اثنين صراحة ما ادري ايش الفرق. يبدو اللي على اليمين ذا اللي على اليسار. والله ما ادري ايش الفرق. بس هذا افضل. اوكي. هذا طبعا سيف بس اللي معاه هذا ممتاز. طبعا ما وريتكم اياه، اخذته انا من اول خلف الكواليس. دعست لواحد من امراء تبع الكوساك ولطشت الشغل حقهم. لطشت منهم بلاوي. هذا يعني ايه المرافقين. ما ادري اذا وريتكم مرافقين ولا لا، بس انه ما ادري ليش ما يظهرون هنا. فاحنا مثلا قلت لكم هدفنا نسيطر على هذه القلعة. نروح المرشنري كامب هذا ونحاول نشتري ناس.
نطور أسلحتهم بسيوف وزي كذا، ونجي عند هذه وندخل التفرن نحاول نشوف لنا هذا وش باب فيزيتر. مسكتير، تعال المسكتير. بغانا نريح. فهذه هي المدينة اللي بنضربها. Thank God rest and decent food your soldier have recovered from the density. ما ادري هو ما ادري والله، يقول كويس انك ريحت ما ادري ايش، الجنود رجعوا ما ادري، لانه في جنود لاحظت يطلعون ما ادري ليش. ايوه البولنديين طبعا علاقتي معاهم ممتازة، وهذه هي المدينة اللي ودي انها تكون مدينتي الرئيسية. طبعا ما ادري اتوقع هذه القرية هي اللي تجي معاها. اوكي اما اخذ هذا القلعة يوه. طيب ايه في ناس رجعوا لانه واضح الجنود معصبين مني اني ما اريح، كارفهم كرف. فخلنا نرجع نشوف هذا كان فيها حارس. طيب هم هذا ولا هم مسويين كامبين؟ اجل ننحاش من الامير، قاعدين يحاصرون هذا الشعب. انا ليش باخذ هذه؟ لان هي كانت اقل شيء اقل شيء فيها جنود. لو نشوف هنا الحراس 159، فخلنا نحاصرها. طبعا اقول لك ايش، the provision fortress are enough for another 30 days prepare ladder. ممكن تحط السو شو اسمه ذا السلم، او ممكن تكسر تفجر الجدران. طبعا هذا شيء انترستنج صراحة، تحتاج 16 ساعة عشان تفجر جدران وتدخل. خلينا نفجر ام الجدران، بيجون امر الحين يهاجمون عليه. اوه 110 ندعسهم. طبعا البارتي جيعان، خشوا خان عشق جيش ما ابو كلب مدينا عليهم ان شاء الله. شلت واحد، نشيل هذا. هم عاد انا اوريك يا منعون تعال. يوه عن شكلهم. طيب انا اوريك والله وش ذا التقرير. مات منه 37، ذبحنا منهم 72، 53. خلنا ننحاش.
ما ادري اذا بدينا نحاش اصلا. تعال الكلب. اوح اوح اوح. طيب كم سرعتي؟ 5. بدينا نحاش. طيب نريح في المدينة. والله معركة حلوة صراحة. فزي ما شايفين نحاول، ما صعب ماشي. خل نروح السوق نجيب أكل، لأنه البارتي حقوني جوعانين جوعانين الآخر. لحظة لحظة، هذا الملابس وش اللي بعتها؟ هذا نبغاها، هذا أخذته من أول. طبعا طورنا ليش ال الانفنتوري زي ما شايفين، مساحتها صارت هائلة، بس انا اتوقع كذا كفاية. يعني طاخ طيخ، نبغى نحاصرها بس ما احنا قادرين صراحة. ما ادري وين يعني شو اسوي، لانه حصار المدن ما هو سهل. يبغالنا فلوس بعد، ما عندنا فلوس. سمت شايفين Here is what I can offer you. Preparation complete. كابيكو، اي انا مطور من اول. كابيكو 5 ونوماد ذا. I must go. ما ادري هو اعطاني اياهم ولا لا، ما اعطاني هم. كابيكولو 5 حلو. و وش قال بعد؟ ان هذا رخيصة مطورها انا، نوماد 6 ثلاير مدري ايش خرابيط. ما ادري ايش قال، ايش قال؟ حلو، قاعد يدربهم. حلو، اخذنا منه قوات شوية. تمام، زي ما شايفين عزام شهدين. بدي اشوف هذه القلعة كم فيها الفورترس هذه. هذول قاعدين يحاربون. انا في 200 كور كوساك، قوات الكوساك ابو كلب. هذا مدينة ودنا نحاصرها. بنفجر السور وندخل. ان شاء الله ما حد يجينا، ان شاء الله، نقول ان شاء الله. طيب يقول لك يور لينك سيج فرد سار انف فور انذر نت ان ذا اوبريشن كومبليت يو كان ستور ذا تاون ات اني تايم. يلا بسم الله. ذا وولز اوف ذا سيتي ار تو سترونج تو بي بروكن باي سوتش مينز. يقول مره قويه ال شو اسمه ذا الجدران، ما نقدر ناخذها. طيب ما مع السلامه اجل. شوف طبعا جو ايش جنود زياده زي ما شايفين قاعدين يزيدون. ايه هذول رجعوا دربناهم. شوف رجعوا الثلاثه مرافقين اللي لقيتهم في المدن تبعي، فدربتهم. واحد خليتهم مدسن، اثنين مدسن هم الحريم، واحد منت التريننج. فهذا الشيء. اما هذا بدينا محاصرينها، مين محاصرها؟ زي ما شايفين قاعد يتحاربون مع الروس. كاف اندر سيج، ودي اشارك بسيج بحصار. لا ما هي اندر سيج ولا شيء. طيب ندخل التفر.
جيب هذولا يفيدونا. ادري اذا اقدر اكلم هذا يجي معايا. I've been waiting patiently for my serfs, but not one has returned. Have you an explanation for this? By a simple field hand, forgive me, sir. Those serfs were slippery as eels. ما ادري من هو شو بذا. طيب ولا بيتبعني نفسك. نبغى نجيب وحدات مشكلة غاليين مرة التتار ذولا. أم 46 نبغى نجيب جنود زيادة. أدري أنا عندي هنا شيء طيب حلو. نبغى نجيب جنود زيادة زي ما شايفين بحيث أننا نقدر نروح ونحاصر المدينة. بيني وبينكم ودي أسوي جيش كله شو اسمه ذا كله مشاء. أما 93 والله طاخ طيخ طاخ طيخ. هذا حق السويد. السويدين اقوياء ما نقدر لهم. في كامبين في كامبين قاعد يصير. طيب ندخل تفر هنا ونشوف ايش فيه. ظهر فيه فخ. يعني وش النظام؟ ادخل القاهم كذا جنبي وين؟ وين الثاني؟ ها؟ تعال. قاعدين عند الباب اجل ها؟ ايوه هذا مصير نلعب بالنار. يعني تدخل قاعدين اول ما تدخل كذا يدبجون فيك. غبيه الحركه صراحه. حلو هذول هاير دنقر رهيبين صراحه مره ينفعون في الحصارات والاشياء ذي. لايت كفري مان ما ينفعون. بوك ميرشنت مع نفسك. ودنا نحاصر المدينة ذي. لحظة 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 وش عنده ذا؟ بجارك خربيط. الفورتريس كوماندر بقول لهم استسلموا ترى بدمركم. سندر ها وي شال هولد ذيس وورز انتل وي اول داي. طيب ربير رادرت اتاك ذا ولد. قلت له استسلم احسن لك. قال له مع نفسك. 7 ساعات اوكي ما هي وقت طويل بس لا يجون الامور حقونهم 7 ساعات. اهم شيء ما يجون خلال 7 ساعات. يا سلام ليدير سولدر انا نزلت. يلا بسم الله. والله شاله منهم كثير. مع اول طلقة. بس بنخش فيهم ان شاء الله. طبعا لما نزود عدد الناس في المعركة
زين صعوبة المعركة. راح والله شكل اخويا راح فيه. شيل 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 ما في زيادة. ضار عندك تطلع من هنا. يوه واحد 60 ماتوا 46 جرح، هم 92 ماتوا. شوفوا كيف شلنا منهم بالهبل. During the siege games that came has lost no entraps مدري ايش انسجنت، بس والله قللت عدد الحراس. انا يبغى لها ضربتين، ما ينفع لها ضربة. ما ادري شلون بطلع الحين. طلعوني ماشي عريان زين. شايفين السيف حق لطشوه والسلاح لطشوه. طيب ماشي زين. شايفين كيف الوضع. هذا كانت هجمة فاشلة، بس بالله 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 خلينا نرجع، خلينا نشوف كم حارس، كم بقى حارس. 67 عزيزي المشاهدين، وفيها 156 أسير. الجيش حقه كله مأسور جوا. طيب بسيط نو بروبلم. بجيب خيل أول شيء، بغانا خيل رخيص كذا شيء سهل. كم معايا؟ 1600. أبغى شيء سبيد عالي. جبنا الخيل. طبعا بالنسبة للقنابل أرخص قنبلة صراحة لقيتها بالخمسينات كذا، 50,000 شيء جنوني. بس بحاول إيش يعني إيش وقت. انا خلنا ناخذ السيف الخايس ذا. هذول يبغى لي اجلدهم. اما لا ليش سويت استسلام، راحت اغراضي كلها بالغلط. ضغط استسلام. يوه
تعال تعال. زين شايفين، زين شايفين كيف انا نوب. سويت استسلام بالغلط. خلنا نعيش نهجم عليهم. هذا والله حلو بس ما ادري اشتريه. قطنا مسلسل ولا بجلدكم ترى. واجب واجب خشوا، خلنا نرجع اغراضنا وامورنا بسرعة. اما ذبحت بس حدانا عزام شديد عسهم. ابغى سيف، ابغى سيف. ايوه يا حبيب قلبي شلته وهو ماشي كذا. انا يا حبيبي اوريك الحين الشغل والله الخيل باقي له ضربه يموت. تعال ها تعال. طيب 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 الموضوع فيه تحدي. مين يجي؟ تعال. اوه تعال 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 تعال. تعال 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 تعال. لا 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 خلوا الخيل خلوا الخيل. والله العظيم فرشت امهم. تعال تعال تعال. وين بتروح يعني؟ وين بتروح؟ ايوه ايوه اطلع الحدود. ايوه ايوه كذا روح روح روح. ايوه ايوه اجري اجري. قاعدين يسحبون صدقون.
فضلك احد. طيب طولناها معاك. ها ايه تعال تعال انت. الله يا فرشت اما ما مات. لا 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 ما ابغى ينحش ما ابغى ينحش. شوف شوف كيف ايه كذا كذا نلعب معاه. طيب والله معركة والله معركة واحد ضد مليون. اتوقع اني برجع اشياء منهم لانه ما اخذ اشياء مني مو كلها يعني. على قال رجعت الاكل وزرفت منهم سلاح. طيب زين شمع زين شدين محاولة اخذ المدينة هذه تشركاسي بات بالفشل بس والله نقصناها تنقيص صارت 60 بس. ابى اجيب لهم 100 جندي كذا سلام سلام وبروح ادعس امها مره ثانيه. بتكون هذه اول مدينه لدولتي الجديده في ضربه قويه للدوله هذه الكوساك اللي بدات تتوسع بشكل كبير قاعدين يحاربون بولند وهكذا. فاذا اخذتها باخذ كيف لانه لو نسال عن ملكنا اخر مره دريت عنه هو مسجون في كيف هم زارفينه. شوف كابتف في كيف فمسجون الرجال هناك.